بدايه الفرنتو ليزر داكت يعني الفرنتا بيدرين تال جوه كده على النوم. يبقى في احتمال الكلام؟ لو سبت حته طبعا. دي بقى استيومه برضو طبعا، دي استيومه كبيره قوي قوي قوي، فدي مش هينفع تعمل انسيجن كده تجيبها منه، ده انت لازم تعمل حاجه اسمها اوستيوبلاستيك فلاب، لازم تشيل بقى يعني دي موضوع، الموضوع اعمق بكتير بقى. يعني دي داخله الانتريكرينال؟ مش هو مش انتريكرينال، ما هو هي طالعه من البون بس زقه طبعا الديوره. بصوا دي بقى بشيلها ازاي؟ لان تعمل الحركه دي كلها ترفع بقى ده السكالب المرفوع ده. عارفين ده الايه؟ اسمها ايه دي؟ جاليه. في حاجه اسمها في حاجه اسمها السكالب تحتيها في كونكتيف تيشو. ونشيلها بقى من بره. يعني نشيلها من بره، ده الفرنتال ساينس، ده الفرنتال ساينس، ده الفرنتال ساينس. هي طبعا طالعه فوق الفرنتال ساينس، هنشيلها من بره. فطبعا الابروتش اكوردنج لحجم الحاجه، ممكن طبعا تشيلها اندوسكوبيك لو صغيره وهتطلع من النوز. دي كان ليها 900 اشعه، مش عارف موجودين فين. مرام موجودين هنا. نرجع للكلام بقى اللي كنا بنقوله، كنا بنتكلم على الاوستيوما، وقلنا تاني حطيناها اول واحده عشان دي الموست كومن تيومر، بنفتكرها بالميوكوسيل، بتطلع من الفرانتر والاسمويد من بيرزيستنت امبريولان بريوستيوم. ممكن تبقى كومباكت او كانسلس او حاجه اسمها مالتيبل اوستيوما اللي معاها، لو معاها بوليبوز تبقى جاردن سيندروم. غالبا العيان بيشتكي من سلولي جروينج سويلنج، بيزق الاي يعمل بروفتوزس، ممكن يعمل هيديك ريدلي انه يقفل النوز من جوه يعمل ليزر كونستراكشن. الساينس هنلاقي هارد راوندد ويل ديفاين سويلنج، طبعا اكس ري وسي تي دايجنوستيك، سيرجيكال اكسجن لو سيمتوماتايزنج. هو فيري كومن التيومر ده، فيري كومن، فممكن تعمل لو احنا عملنا مثلا لينا كلنا اكس ري هنا ممكن نلاقي واحد عنده واحده بس صغيره قوي، وساعات تلاقي التيومر فين؟ جوه الفرنتال ساينس. طب خلاص انت تقعد يعني تعملها حاجه ليه؟ الفرنتال ساينس كده اهو تمام، لقيت انت استيوما هنا بس تبقى في حاجه، ولا قافله ولا حاجه، والدرينج هنا كويس ومفيش اي مشاكل، هتقفلها ليه؟ تشيلها ليه؟ او لقيت بالصدفه لقيت استيوما في الاسمويد هنا كده في استيوما ولا حاجه. الحاجه الثانيه البابلوما، طبعا البابلوما دي كلام فارغ، في بابلوما اللي هي الابسيليوم بابلوما دي، اللي هي الورتس. عارفين الورتس اللي بيطلع ده؟ ممكن يطلع هنا، ممكن يطلع في الايدين، ممكن يطلع في الرقبه، في اي حته. فممكن العيان يبقى عنده حاجه زي الورت كده، مش هتعمل حاجه وعلاجها انك تعملها اكسجين وخلصت، بتعمل بس كوتر البيس. طيب نمره ثلاثه في البناين الهيمانجيوما. طب اشمعنى نقينا الهيمانجيوما؟ ما خدناش ليه الفايبروما ولا الكوندروما؟ عشان الابستاكسس، عشان ممكن العيان اللي عنده الهيمانجيوما ده يبريزنت بابستاكسس. الهيمانجيوما دي ممكن تبقى ثلاث انواع، ممكن تبقى حاجه اسمها كابيلاري هيمانجيوما صغنطوطه تمام خلاص هتشيلها، ممكن تبقى اسمها كافينس هيمانجيوما، ممكن تبقى كبيره قوي. عارفين الهيمانجيوما دي الوحمه، ساعات تبقى واحد تشوفه نص وشه كله احمر كده، فالكافينس دي صعبه شويه. او حاجه اسمها مالتيبل تلانج اكتيزيا، مالتيبل يعني مالتيبل، تلانج يعني بلاد فيسل، اكتيزيا يعني دايلاتيشن، واحد عنده مالتيبل دايلاتيشن في البلاد فيسلز، فده اسمها كونجنتال هيريديتري ديزيز، ممكن يبقى العيان بريزنت برضه بمستكس. الكابيلاري هيمانجيوما دي ممكن تعمل بوليب زي دي كده، دي برضه بس دي كبيره شويه حجما. على فكره الكابيلاري وكافيرنس مقصود بيها حجم البلاد فيسل مش حجم بتاع نفسها. الكابيلاري هيمانجيوما ساعات يبقى العيان عنده حاجه اسمها ايه؟ على السيبتم كده تلاقي الكابيلاري هيمانجيوما متجمعه وعامله بوليب كده.
بنسميها بليدنج بولب اوف ذا سيبتم. طب ايه اهميتها؟ اه دي مهمه قوي، لان احنا دايما بنتكلم في الميتاستاسيس. يعني شفت انا كذا مره عينه ولا اتنين مثلا بقالهم 7 8 10 سنين عندهم ميتاستاسيس، وعمالين كل ما يروحوا للدكتور ما ياخدش باله، فاديها بقى الحاجات بقى دايسنون وكابرون والكلام ده، ما تخفش طبعا، ما عندها بتاع عمال تنزل دم بتاع دي، طول ما البتاع دي موجوده هتفضل العيال عندها ميتاستاسيس برضه. فلازم بس لما يجي لك عنده ميتاستاسيس تبص كويس بالمنظار، ربما يكون عنده البليدنج بول اوف ذا سيبتوم دي، لو شلتها خلاص الموضوع بيجي بعد كده. بروح حاطين بقى حاجه هنا اسمها فايبرز ديسبليزيا. هتقولي ايه يعني؟ ما هو الناس سالتها في تقسيمه مش كده؟ ما جبناش في الجدول. اه بس هو مش لاقي حته نحطها فيها. فدي حاجه برضو بناين بس مش تيومر. بتحصل تعمل سويلنج في النوز والساينس اسمها ديسبليزيا. يعني حاجه عارفين اوسكوروزس؟ حاجه شبيهه بيها، ان في ريبليسمنت للنورمال بون بفايبرس تيشو وبورلي فورمد بون. فغالبا طبعا سببها ديفلوبمنتال. بتيجي فين بقى عشان تفتكرها؟ المجزله اوف تين ايجرز في ميلز، يبقى اكتر عظمه المجزله، اكتر سن التين ايجرز الاكتر في ميلز. المجزله اوف تين ايجرز في ميلز. الفايبرز ديزا دي مش تيومر، يعني المفروض باثولوجيكالي لا تصنف تبع تيومر، بس احنا مش لاقيين حته نحطها فيها، فروحنا لازقينها في البناين تيومر. ممكن يبقى العيان، خلي بالك زي الاوستيومر، ممكن تبقى مونستوتيك يعني او بوليستوتيك او سندروم برضه. مونستوتيك عظمه واحده، بوليستوتيك اكتر من عظمه، سندروم تبقى بوليستوتيك معاها حاجه اندوكراينال ديستربنس، دايابيتس بالكوشيس بروبرتي اي حاجه. يبقى احنا في عندنا حاجه اسمها الجاردر سندروم في الاوستيوما، وحاجه اسمها الاولبرايت سندروم في الفايبرز ديسبلاسيا. طبعا تخيل انت واحد عنده بتاع زي كده، ادي الاشعه بتاعته، هتبقى مشكلته غالبا الشكل ديسفيجرمنت، وبرده بروتوزس هتزق العين لفوق، زق العين، ولو دخلت على النوز هتعمل ليزر اوبستراكشن. لما نيجي نفحص هنلاقي فيه ديفيوز، خلي بالك هنا بقى الثاني كان الفايبروما ويل ديفايند واضحه، لكن ده ديفيوز ما تقدرش تعرف بالظبط حدوده فين، عشان كده غيتت قوي وانت بتشيله. وممكن تلاقي ان في حاجه اسمها لوزنج اوف ذا تيس. ليه؟ ما هو السنان نازله من الالفيولار مارجن، لما انت الالفيولار مارجن ده توسعه كده هتبقى السنان لوز. وعلى فكره دي برضه بتحصل في الكارسينوم، حكايه لوزنج اوف ذا تيس بتحصل في الكارسينوم. نفس الكلام انفستيجيشن اكس ري سي تي، حاجه اسمها جراوند جلاس ابيرانس، يعني زي الازاز المصنفر. ليه؟ لان هو ولا طايل العض الثانيه تشوف الفايبروما في السي تي، عض ميه عض ميه، يعني خلاص حته مصمطه. لكن دي تلاقيها ايه؟ حاجه كده ما تحسش انها ولا عظم ولا طايله عظم ولا طايله فايبر ستيشن، كونكتف تيشن، تلاقيها رمادي كده، بنسميها جراوند جلاس ابيرانس. طبعا لو قرف العيان في حاجه بنعمل لها حاجه اسمها تريمنج. تريمنج يعني دوبك بنسويها بس عشان الشكل، مش اكسجن، مش معقوله العيان متضايق ان الحته دي طالعه وشايلين له المجزله. طبعا دي نسبه الكرنس عاليه لحد ما العيان يوصل للماتيورتي، لما يبتدي يحصل بقى الديفلوبمنت، يحصل الاوسيفيكيشن وخلاص الديفلوبمنت يقف، بيبقى العيان بيتحسن غالبا. خليكم كده عندي هنا شويه. ده العيان اللي هو اللي احنا شفناه هنا ده. ده طبعا ده الاجزيا الكورونال كاتس، ودي الاجزيا الكاتس، وده العيان يمكن مش باين قوي بس هي داخله في النوز، يعني تحس النوز هنا سويلنج داخل في النوز، وعامل طبعا سويلنج في البلد، يعني المجزله كلها ورمه. ده منظره على بعض برضه نفس الكلام، اللوز هي مقفوله والسويلنج واخد كل المجزله، تحس ان وشه كله معوج كده. برضه نفس الكلام ده بقى رايت سايد، ده المس مور اكستنسيف شويه،
كانها فيها تحس كانها تيومر لو انت مش عارف. بس شايف لون العظم لون رمادي كده. شايف ده راشد ايه بقى؟ واخد المجزيلا والاسمويد والفرانتال. انا مفيش فرانتال خلاص، مفيش كافيتي خالص، مفيش فرانتال ساينس. ده طبعا بنعتبره بوليستوتيك، يعني ده كذا واحده. دي برضو البنت دي عندها نفس المشكله، برضو سويلنج واخد المجزله وزائد الاوربت لفوق اهو، زائد الاي لفوق نفس الكلام. بس يعني دي للامانه دي مش فايبرز ديسبليزيا، دي حاجه من نفس العيله، يعني اسمها اوسيفاين فايبروما، بس يعني نفس العيله. طيب يبقى احنا خلصنا البناين، خدنا الاوستيوما، وخدنا البابلوما الهايفه دي الوورت، وخدنا الايمالجيوما، وخدنا الفايبرز ديسبليزيا. طيب ندخل على انترميديت، هي حاجه واحده بس انفيرت بابلوما، دي مهمة شوية. تمام؟ عبارة عن ايه؟ ديفينيشن انترميديت تيومر لوكالي اجريسيف مش لوكالي مالجنت، خلي بالك. الفرق بين لوكالي مالجنت ولوكالي اجريسيف. فده لوكالي اجريسيف. فيها خمسات كتيرة عشان ما تنساهاش. الميل للفيميل 5 إلى 1، الإيدج خمسينات، المالجنت ترانسفورميشن 5%. ففيها ثلاث حاجات فيهم خمسة. الميل للفيميل 5 إلى 1، الايدج 40 50 ففيها 5 يعني. المالجنان ترانسفورميشن 5% دي هقولها الاخر. طيب ليه اسمها انفيرتد بابلوما؟ خلي بالك اي تيومر في الدنيا هو في تيومر داخل لجوه ولا دايما التيومر بيطلع لبره؟ لبره. يعني ما تتخيلش الانفيرتد بابلوما انها التيومر ده لو طلع من هنا هيبقى جوه، هيبقى داخل جوه. لا، هو التيومر برده كده اهو. تقول لي امال انفيرتد ليه؟ انفيرتد عشان شفتها تحت الميكروسكوب. لو كبرت بقى قوي السيرفس ده هتلاقي السيرفس ده في انفاجينيشن من السيرفس ابيثيليوم جوه الكولكتيف تيشو. عشان كده اسمها انفيرتد. علشان في انفاجينيشن من السيرفس ابيثيليوم لحد الكولكتيف تيشو. طيب ايه كمان بيميزها؟ بيميزها انها بتطلع من لاتر ليزر وول. طب ويعني؟ اللاتر نيزل وول ده اللي اسمه شنايدريان ميمبرين، شنايدريان ده اسم واحد، ده اكتوديرمال الاورجن. طب وبعدين؟ كل نوز اندوديرمال ما عدا ده، عشان كده ليه بيهيفري مختلف شويه. عشان كده اسمها انفيرتد، قلنا عشان في بروفليتنج ابيثيليوم انفيرتس انتو ذا اندرلاين ستروم. طب ايه هو بقى الابيثيليوم كفرنج؟ ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يبقى سكويمس، ممكن يبقى كولامنر، ممكن يبقى ترانزيشنال. ات كان رول بون دي قلناها عليها، عشان كده قلنا انها لوكالي اجريسيف. وممكن تتحول لمالجنسي او يبقى معاها مالجنسي. يبقى تاني باثولوجي عندنا اربع خمس توستر، ان هي طالعه من لاترال ليزر وول اللي هو شنايدريان ميمبري اللي هو اكتوديرمال، ان في ديبنج للابيثيليوم انتو الاستروما. طب هو ايه الابيثيليوم؟ الابيثيليوم ممكن يبقى سكويمس او كولامنر او ترانزيشنال، لوكالي اجريسيف رود بون، وممكن تتحول ممكن يبقى في مالجنال ترانسفورميشن. طبعا السيمتومز مش محتاجه عبقريه، تخيل عيان عنده سويلنج كده هيشتكي من ايه؟ من ايه ناحيه؟ يونيلاترال. دي مهمه بقى هنا، لما عيان يجي يقول لك انا مناخيري مسدوده ناحيه واحده بقى لي 6 اشهر، لا تفكر. تفرق قوي. على طول تفكر في التيومر. يعني برده مفيش سيبتم بيعمل كومبليت اوبستراكشن في 6 اشهر. يعني وانت ممكن تقول لي نظريا ممكن يكون ديفيت السيبتم. بس يعني ما يجيش واحد مثلا كبير كده وتقول لي ده ممكن يبقى فورم بودي. لا يعني. واحد مثلا 50 سنة بيقول لك مناخيري مسدودة من ناحية واحدة بقى لها 6 اشهر، لا هو دي يا اما تيومر، احنا قلناهم على فكرة مع البوليب، يا اما تيومر يا اما الرجيك فانجر ساينسايتس يا اما انتروكودال بوليب، ما عندكش احتمالات تانية يعني. يبقى ايه تاني؟ مش كده المفروض؟ باي ذا وي لو انت فايت النظر ايه بقى في الحياة؟ يعني انا دلوقتي العينين لما بيجوا لي
نسبة العينين اللي بشخصهم قبل ما اقوم على المكتب كام في المية؟ 98%. يعني كل 100 عيان في 8 في 2 عيانين بس ممكن محتاج اقوم ابص عليهم. لان باللوجيك انت عارف الهيستوري، عارف السيمتومز، عارف عارف ايه اللي يعمل كده. فانت خلاص المفروض انك قبل ما تقوم تبقى عارف ده ايه. يعني واحد بيقول لك انا بقالي من ست اشهر كنت كويس قوي، كنت زي الفل، بعدين ابتدت مناخيري تتسدد والسجاد ده بيزيد لحد بقت الناحيه الشمال مسدوده خالص. ايه اللي بيعمل كده؟ فانت عارف خلاص ده هيطلع يا اما تيومر هيطلع نزل بس، يعني تطلع تيومر، تطلع انتروكوينال بوليب، تطلع لو كبير شويه هتبقى انتروكوينال بوليب احتمالها قليل. لو هو عنده هيستوري اوف الرجي يبقى ممكن تفكر في الرجي فانجل سينوسايتس. فانت قايم خلاص، انت بس قايم فور ديفرنشال دايجنوز. لكن المفروض ان خلاص انت في مخك ايه ده؟ خلاص. يعني انت معيان يقول لك بالقياس، يعني حد يجيب لك حد يقول لك ده بقاله 10 سنين ودنه بيجيب صديد، يبقى عنده ايه؟ كورونيك سبيرتوفوسيس ميتا. وحتى لو سالته هتقدر تعرف من السؤال هل دي سيف ولا ان سيف؟ هل بتنشف ولا ما بتنشفش؟ يبقى انت محتاج بس خلاص عرفت انها سيف، محتاج تقوم تشوف بس حجم البرفوريشن. لكن خلاص يعني انت المفروض انك عارف دي ايه؟ طيب يبقى قلنا السيمتومز نيولاتر اوبستراكشن، واي اوبستراكشن معاه ديشارج، وده تيومر هيبقى معاه بيستاكسس، وايه في النزل لك لما ضغطت هنا هيبقى معاه ايه بيفر. يبقى طبعا لما يكبر ممكن بقى يزق الاي والكلام ده ويعمل سويلنج، لكن السيمتومز اللي هي دي نيولاتر ليزر اوبستراكشن، نيولاتر ديشارج وبيستاكسس وايه بيفر، ممكن يعمل زي ما قلنا شويه بروتوس. قصه عايزها بص الاقي يونيلاترال فيرم جريش سويلنج، تمام. انفستيجيشن طبعا سي تي وبايوبسي. طبعا اي تيومر بقى، اي تيومر احنا محتاجين نعرف معلومتين، محتاجين نعرف نوع التيومر والاكستنشن بتاعه. فاي تيومر في الدنيا لازم تعرف تعمل راديولوجي عشان تعرف هو التيومر فين، وتاخد بايوبسي عشان تعرف هو التيومر ايه، فحسب ايه او فين هنعمل. طيب نعمل له ايه بقى؟ ده تيومر محترم، ما ينفعش انك تقول ايه اشيله بس، لازم اشيله واشيل الحته اللي طالعه منها. الحته اللي طالعه منها دي اللي هي الميديال وول بتاع المجزل. فبعمل حاجه اسمها ميديال مجزل نكتمي. اشيل الكلام ده الحته دي كده. فالعمليه اسمها ميديال مجزل نكتمي. في فرق بين العمليه وعاملها ازاي. الميديال مجزل نكتمي دي العمليه، ان انا بشيل الميديال بتاع المجزل. طب ممكن اعملها ازاي؟ زمان كان في مفيش غير طريقه واحده انك بتعمل حاجه اسمها لاترال اناتومي. انك تفتح كده اهو انسيجن الونج ذا لاترال رود ذا نوز، خلاص، وتوسع النوز، هتلاقي نفسك عارف خلاص الميديا نوز ده مجزله، تقطع فوق وتحت وتشل ومن ورا طبعا. فدي اسمها الابروتش بقى. خلي بالك في فرق بين العمليه والابروتش. دايما اقول لهم ايه؟ زي ما تقول انا رايح مدرج التحرير، ده انا رايح مدرج انك راح تعمل ايه، دي حاجه، والابروتش حاجه. انت ممكن تروح من القصر العيني، ممكن تروح من قصر النيل، ممكن تروح من اي وانت من رمسيس. ده الابروتش. تعمل ايه بقى؟ رايح المتحف، رايح الجامعه الامريكيه، راح تتظاهر، ده دي العمليه. العمليه حاجه والابروتش حاجه، تمام. ممكن يبقى نفس العمليه ليها كذا ابروتش، ممكن يبقى عمليه يعني نفس العمليه ليها كذا ابروتش، ممكن ابروتش ينفع لكذا عمليه. فاللاترال انوتومي ده هتلاقيه على فكره مكتوب في حاجات، مثلا مكتوب في ايه، مثلا لو فورم بودي مش عارف تشيلها، طبعا صعب قوي يعني لدرجه انك تفتح يعني، هنلاقيه موجود بعد كده في الكانسر مجزلة. لو هنتكلم عليه، لو عايز، لو الكانسر مجزلة ده ليميتد للميديا الول بتاع المجزلة، هنشيل الميديا الول بتاع المجزلة اسمها ميديا المجزلة، ممكن نعملها سولو لاتر اناتومي. لو ذاكرته شويه هتلاقوه مكتوب في الانجيوفيبروما. الانجيوفيبروما اللي هي التيومر بتاع خلصته يعني، خلصت مذاكره التيومر بتاع الميزوفارنكس، ممكن عشان تحتاج تشيله تعمل لاتر اناتومي. فده لا الانسيجن اسمه لاتر اناتومي او مور ذا لاتر اناتومي، العمليه اسمها ميديا المجزليه. طيب دلوقتي ممكن نعملها بالاندوسكوب. ممكن تعملها، ما انت ممكن تدخل بالاندوسكوب تشيل كل ما انت بتعمل، وانت بتعمل ميدل ميتر انتروستومي بتعمل ايه؟ يعني ايه فكره الميدل ميتر انتروستومي؟ فكرتها انك بتوسع ميدل بيتس. لو قعدت توسع فوق وتحت خلاص انت بقى شلت الميدل بتاع المجزليه. ففي حاجه اسمها اندوسكوبك ميدل مجزليه. عيبها بس ان بعض الناس بيقول لك ايه، انك بتشيل التيومر هنا يعني حته حته، مش بتشيله كله ان بلوك. لكن دلوقتي الحقيقه كلنا بنعملها اندوسكوب خلاص. يعني هوريكم حالات يعني ما فيش حد غالبا ما بيفتحش خالص.
الريتور والكافيتي بتاع المجزله اللي بتفضل فاتحه على النوزه. ما احنا بالعكس دي احنا عايزينها احنا مش المجزله اصلا فاتحه على النوز. لا بس يعني بالفتحه الكبيره. اه ما انت بتشيل المجزله كلها ساعات. في عمليات بتشيل المجزله كلها. ادي البث البابلومه. ماس. النوز في المجزلة طالعة من هنا. هي الفكرة بقى في ايه؟ اقول لك دلوقتي ده الاكزيال فيو الفكرة انك لما تشيلها اندوسكوب هي سهلة مش صعبة خالص بس ايه؟ دي تكة طبعا جراحية يعني مش هتفرق معاكوا قوي كنظر يعني بس احنا بنقول الكلام ده الناس بتوع الدكتوراه. احنا عارفين الاورج بتاعها غالبا من الحته دي كده الزاويه دي. فبعد ما نخلص بنجيب البير اللي هو الدريل ونعمل دريلنج للبون ده وما يبقاش فيه اي بقايا. فلو عملتها كده عمرها ما ترجع. يعني لو عملت لو انت عارف الاورجن احنا عارفين نظريا يعني الاورجن طالع منين. طبعا ساعات بندخل بالمنظار نفضل وراها يعني ما نشيلهاش الاول تفضل ماشي لحد ما تعرف هي لازقه فين ماسكه فين. ما هي طالعه من حته. الحته دي لو عملت لها دريلنج كويس فنفرتها كده كويس بالبير خلاص يبقى انت متاكد ان انت الحته اللي طالعه منها نظيفه خلاص مش هتطلع تاني. اه بيلفك ماشي. إيه الانترميديت تيومر اللي بعد كده طبعا احنا قلنا بنجزل ترانسفورميشن 5% خلاص اللي هو الادمنتينوما مش مهم. المهم خلاص الادمنتينوما ده ولا الاوستيوبلاستوما هندخل على المالجنت تيومرز بناخدهم كلهم على بعض مالجنت تيومر اوستيوم ساركوما وكارسينوما على بعض. البريسبوزنج فاكتور مش واضحه قوي. في ناس بتقول ان هو الوود داست الناس النجارين ده بيعمل ادينو كارسينوما. الفورمال دهايد بتاع المشرحه ده الظريف او كروكساينوسايتس لكن الحقيقه ما فيش حاجه واضحه قوي بالنسبه. المشهور قوي هو الوود داست ده يعني مشهور قوي لما يجي حد ماجستير مثلا بياخد شيت او حاجه في حاله نوز بيسال بيرسونال هيستوري بتشتغل ايه تعديل. فاحنا طبعا بيجي يساله بقى انت مش بتساله خلاص انت مش بتشيت بيقول لك طب ليه بتساله على البيرسونال على الاوكيوبيشن في النوز يعني ايه اهميه الاوكيوبيشن في النوز؟ المفروض انتوا برضه عارفين الكلام ده. ايه اهميه واحد بيشتغل ايه؟ مناخيره مسدوده الرجي مثلا مش يمكن بيشتغل حاجه فيها كيميكالز وبيشتغل مثلا في صوف مش عارف بيشتغل في حاجات فيها سجاد يعني الكلام ده كله بيشتغل في حاجات فيها تراب عشان القلش تمام. وعلشان لو نجار وعنده تيومر ممكن الوود داست ده بريز بوزنج ليه الكارسينوما بتاعت المجزله تمام. يعني زي مثلا ايه اهميه واحد بيشتغل واحد عنده ديفنس اهميه الشغل بتاعته ايه؟ عشان النويز. واحد شغال في دوشه 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 النويز دي بتنديوز بريسبتيف ديفنس. الانسيدنس مور كومنز عن البلاين خلي بالك طبعا كالعاده مور في الفيميلز. الكارسينوما بتبقى في الاولد والساركوما بتبقى في اليانج. دي حاجه احنا عارفينها من زمان. وبما ان اكبر ساينس هو المجزله فهو الموست كومن ساينس اللي يحصل فيه ايه؟ اللي يحصل فيه كانسر تمام؟ 60% يا ليه النوز يا ليه الاسمويد. خلي بالك احنا حاطينهم على بعض احنا نقول كارسينوما اوف ذا نوز اند بارن او مالجنت تيومر مش كارسينوما كمان بنتكلم على الكارسينوما وعلى الساركوما. طيب احنا قلنا قاعده عامه ايه هو الكومن باثولوجي للمالجنت تيومرز في الانف اذن سكوماس سيل كارسينوما. دي قاعده عامه بمعنى ايه الكومن مالجنت تيومر في الاكسترنال كانال سكوماس سيل كارسينوما. قاعده عامه تفكر فين. طب ايه الكومنست مالجنت تيومر في الميدل اير؟ سكوماس سيل كارسينوما. طب ايه الكومنست مالجنت تيومر في النيزوفارينكس؟ سكوماس سيل كارسينوما اللي هي النيزوفارينجال كارسينوما. طب ايه الكومنست مالجنت تيومر في اللارينكس؟ كارسينوما. طب في الهايبوفارينكس سكوماس سيل كارسينوما. طب في الساينس خلاص ما قاعده عامه. طب في التونسل سكوماس سيل كارسينوما قاعده عامه. بس الفرق ايه بقى؟ ان سكوماس سيل كارسينوما تمثل في الحاجات الثانيه 90% لكن في التونسل 70%.
وال 30 وال 25 مثلا او سبع دول اللي فيهم معاه. لكن برضو الكومونست ما احنا قلنا قاعده عامه ما قلناش استثناء قلنا ما قلناش اكسبت يبقى هو كله سكومال سيل كارسينوما. فهو هنا بقى ممكن تبقى سكومال سيل كارسينوما ده الموست كومون, ممكن تبقى ادينو كارسينوما ادينو سيست كارسينوما اي حاجه مش مشكله معانا هنا او باثولوجي. طيب قبل ما نبص بقى بصوا معايا كده تيومر, واحد عنده تيومر في المجزل اللي هنا كده تيومر طلعهم يشتكي من ايه؟ مش هيشتكي من حاجة مش هيشتكي من حاجة. عشان كده انيا تيومر في الدنيا هو تيومر اللي في لك في كافيتي كانسر مجزلة كانسر ستومك كانسر بلادر حاجات دي وحشة جدا. ليه؟ تيومر عمال يكبر في كافيتي بديش اي سيمتومز. فتخيل لو انت عندك تيومر قد الليمونه كده في المجزلة العيان مش هيشتكي من حاجة, لكن لو عندك تيومر قد العدسية على البوكال كورد هيشتكي من هورسز. عشان كده البروجنوز بتاع كانسر العجز المفروض انه كويس عشان العيان بيبرزنت بدري. فالعيان اللي عنده تيومر هنا اهو مش هيشتكي من حاجه, فتلاقي المانيفستيشن خلي بالك هي مانيفستيشن اوف اكستنشن. يعني اول ما بيبرزنت معنى كده التيومر راح في حته. طيب هيروح فين؟ نفكر. هينزل على تحت ويطلع على فوق وبيجي على قدام او بيرجع على ورا او يجي ميديا مش كده في الدنيا. طب نزل على تحت يبتدي يعمل ايروجن للروت بتاعت السلام فيبتدي عين سلامه ايه؟ توجع. بعد شويه لما في اكستنشن في الالفرس تلاقي سنانه ايه؟ تلخلخ. تخيل بقى انت واحد سنانه وجعاه ملخلخه راح لدكتور السنان راح اعمل له ايه؟ خلعها. راح التيوبر نازل عمل بقى فيستولا راح نازل منين؟ من الالفرس وابتدى يبان في الالفرس. هيبقى انت عندك توث ايك عندك لوزنج اوف ذا تيس عندك اورو انتر الفيستولا ممكن التيومر نفسه يخرم يا اما الدكتور السجان شاله شالت السنه فراح التيومر نزل يا اما هو التيومر لوحده خرم. وبعدين ممكن يبقى فعلا في بقى التيومر فانجيتنج تيومر يبان من الالفيولار مارش. طيب لو طلع على العين هبتدي يزق العين هيعمل بروتوزس ديبلوبيا يبتدي يعمل يمسك في الاكسترا اوكولار ماسل فيعمل اوفثالموبليجيا. تمام لو طلع على بره هنا الانفرا اوربيتال نيرف فيبتدي يعمل انستيزيا او باراستيزيا او زافيس وبعدين يعمل سويلنج بقى اكشوال. طبعا لو استنى بقى العيان لو دخل على الميديا هيدخل على النوز الكلام بقى العادي بتاعنا نزل اوبستراكشن ودش ارش وبستاكسس وبص تلاقي فرايب والماس وبليدز اون تاتش والكلام ده. طب لو رجع على بره ورا ايه المجزله فاكرين قلنا المره اللي فاتت تيرجوباراتايل فوس اللي هي فيها ايه بقى؟ فيها تيرجويدز ماسل فيحصل سبازم في الماسل فيعرفش يفتح بقه اسمها تريزمس وفيها المجزله نيرف فيحصل بين في الفيس. طبعا مش ممكن تحفظهم كلهم بس احفظ الحاجات المهمه. فنلاقي كانسر مجزله مانستيشن اوف سبريد اورال وبلتال هيبقى دنتال بين لوزنج اوف ذا تيس اورال انتر فيسترا سويلنج نيزل اوبستراكشن ديشارج اوف ذا مستاكسس ككوزمي يعني باد سميل هو يقول لك انا حاسس ريحه معفنه في مناخيري دي ممكن تبقى في التيومر او في الساينوسايتس. هتبص هتلاقي فرايب والماس بليد زون تاتش ماسكه في اللاترال ميزابور دخل على الاوربت بروبتوزس سالموبليجيا بيفرا ديمينيوشن اوف فيجن دخل على الفيس قدام سويلنج ولامنس عشان الانفرا اوربتال نيرف الترجو براتين فوسط ورا تريزماس و لامنس عشان المجزلري نيرف. طبعا لو دخل انتراكرينيال بقى هيعمل بقى هيديك وفومتنج وبليرنج اوف فيجن والكلام ده اللي هي النيورولوجيكال مانيفستيشن. النيورولوجيكال دي ممكن تبقى نتيجه ان دخل انتراكرينيال او الانفر اورتر نيرف خدناه او المجزري نيرف خدناه مش مهم الباقي. طيب الكلام الباقي بقى الكانسر في الاماكن الثانيه هي نفس الحاجات بس مع ترتيب الاهميه. بمعنى ايه؟ يعني لو كانسر في الاسمويد هنا اهو ده ملوش دعوه بالسرير فهيدي ايه؟ هيدي اوربيتال ونيزل وانتراكرينيال مش كده؟ يعني بس الترتيب الاهميه لو كانسر في الاسفينويد جوه الاسفينويد ده جوه قوي هيدي انتراكرينيال وهيدي اوربيتال. تمام لو كانسر في النوز هيبقى ميلي نيزل ولو عالي شويه هيعمل اوربيتال فهو اكوردنج للكانسر مكانه فين بالاسفل. الاسفينويد ده هيدي طبعا نيزل ايرلي وهيدخل على الاوربت ايرلي وانتراكرينيال ممكن يعمل سي اس اف رانوري. في النوز هيعمل نيزل سيمتومز ايرلي
في الاستينويد هيعمل نيورولوجيكال، ده جوه بقى ده جنبيه كافيرنس ساينس والكلام ده والاوربت. ممكن يبقى المانيفستيشن تيجي دايركت سبريد او ما تيجي الليمفاتيك سبريد. الليمفاتيك سبريد طبعا الليمف نود الانتيرو جروب بيروح لحاجه اسمها سمانديبلر، البوستيرو جروب بيروح لحاجه اسمها ريتروفارينجل، في الاخر كله بيروح للابر ديب سيرفايكال ليمف نود. ايه التكه برده؟ في تكه هنا غلسه شويه، انك الريتروفارينجل دول مش بتشوفهم، مش عارف تشيلهم، الريتروفارينجل ورا فارس. فعشان كده انت لو بتشيل التيومر، انت بتشيل التيومر بتشيل الليمف نود اللي هنا اهو، بس لو في ليمف نود غالبا انت مش عارف تجيبها اللي هي ورا الريتروفارينجل، فبتسميها ان احنا ما نعرفش نشيل التيومر ان بلوك. احنا بنحب دايما زي الكانسر، الكانسر لارنكس كده، تشيل اللارنكس وتشيل الليمف نود هم حته واحده لازقين في بعض، يبقى انت ضامن ان مفيش حته من التيومر خرجت بره الفيلد ده. لكن هنا بنشيل دي لوحدها ودي لوحدها عشان الانتير، علشان زي ما قلنا في حاجه بتروح للسبمانديبلر وفي حاجه بتروح للريترو فارينج. دكتور هو مش بيروح للليمف نود ميتاستاتيك؟ اه. طب هتفرق فين ده؟ انا شايل مع بعض. لا هتفرق ان انت لما تبقى شايل المجزله هنا وشايل عامل راديكال نيكل سيكشن، ان في ليمف نود مالجنا انت سايبها اللي هي ريترو فارينج ما بتشيلهاش، يبقى انت سايب ريزيدوال. طب هو المفروض هنا المفروض ان انا بشيلها في نفس الوقت ولا لا في نفس الوقت؟ خلي بالك بقى الريتروفارينجال ليمف نود دي ايه اللي مكتوب ده 9 و10 و11، انها ممكن المالجنت ليمف نود نفسها تاثر على النيرفات اللي هي 9 و10 و11. فعشان كده برضو ده سؤال، بس طبعا مش على مستواكم يعني. يقول لك كانسر مجزله، واحد عنده كانسر مجزله ايه اللي يخليه يشتكي من هوسنس؟ على العشره عشان الفيجاس افكشن طبعا. يا عمر لو انت مش عارفها هتقعد تفكر فيها سنه، ايه اللي خلي ده يجي هنا؟ كان بعيده جدا يعني. ان لو المجزله دي ادت ليمف نود ريتروفارينجال، الريتروفارينجال دي عملت افكشن للفيس. انفستيجيشن بقى الكلام العادي، هتعمل له اندوسكوبك اكزامينشن وتاخد بايوبسي وتعمل سي تي وام ار اي لو احتجت. تريتمنت خلي بالنا بقى. لو عندنا تيومر لسه رسمه كده جديده، طبعا انت عملت سي تي وشفت بقى، انا هوريكم حالات الكانسر المجزله يعني. عملت سي تي لقيت التيومر ليميتد الميديا الوول بتاع المجزله، هتعمل له ايه؟ ميديا المجزله هنا بقى لازم نعمل لاترال نوتوم عشان تشيلها، تبقى متاكد انك شلتها بسيفتي مارجن. طيب عملت تيوم، عملت سي تي لقيته ليميتد للالفيرال مارجن، هتعملها تشيل الالفيرال مارجن اسمها بلاتكتومي، انت شايل البلات مع الالفيرال مارجن تمام. طب هنا هتدخل ازاي لاترال نوتوم؟ هنا هتدخل ازاي؟ جالدول لوك تحت الشفه اللي شفناها المره اللي فاتت. انا هدخل البلات ازاي؟ هشيل البلات ازاي؟ هدخل جالدول لوك واروح كاسر من هنا وكسر البلد نصين واشيل النص ده اسمها بلا تكتب. طيب لو التيومر واخد كل المجزله، هنشيل كل المجزله، هتعمل توتال مجزلته. طب تعمل ازاي؟ لازم بقى تفتح فتحه كبيره اللي هي كده، عامل كده اهو، هنا اهو والانسيجن كده الوج زرعت الليزر وول، وتقطع الابر ليب وترفع الفلاب دي كلها، ده اسمه الويبر في الجوسون انسيجن، وده مكتوب برده في الانجيوفيبروم، بس انا مش دلوقتي في الانجيوفيبروم، اسمه الويبر في الجوسر انسيجن، انك انت بتعمل انسيجن كبير كده اهو كده والونج ذا لاترال وول، وتروح قاطع الابر ليب وشايل الفلاب دي كلها عشان تعرف ما انت عايز تفصل المجزله من هنا من الزيجوم، انت عايز تكسر مع المجزله ماسكه هنا عشان توصل لحد هنا، انت عايز تفصلها من الزيجومه وتفصلها من البلت للبلت وتفصلها من ورا من الترجويدز، دي الحته الغلسه اللي فيها البليدنج ومجزله الارتري والكلام ده. فلازم اوريكم كده نعملها ازاي يعني. فدي اسمها توتال ماكزيليكتوم، بنعملها غالبا ثرو الويفر. اذا عندك في كذا اوبشن، يا اما ميديا ماكزيليكتوم موز لاتر انوتومي، الفير ماكزيليكتوم هي البلاتكتوم يعني سب ليبيان اللي هو الكالدور لوك تمام، يا اما توتال ويفر في الجسم. طبعا ممكن نعمل ريكونستراكشن، بنحط دنتال بروسيس، بيجوا بتوع السنان يحطوا حاجه من بتاع دي بقت فاضيه، فيحطوا حاجه كده وفيها طقم سنان، طقم بس بيكو بيبقى فوق كده عشان ما يبقاش الحته دي فاضيه. لو الاوربت فيها مشكله هتشيل الاوربت، خلي بالك نعمل اوربيتال اكسنتريشن،
لو دخل انترا كرينيال هنعمل حاجه اسمها كرينيو فيشال ريسكشن. شفتوا الحاله اللي كانت حلقه دي وعملناها؟ بتعمل كده وتشيل الفرنتال بون وتشتغل من فوق وتشتغل من هنا، اسمها كرينيو فيشال، يعني جزء من الكرينيوم وجزء من الفيس. عمليه كبيره يعني. طبعا لو في نفوذ هتعمل راديكال نيك ديسكشن. الحاله دي ممكن تحتاج قبلها تعمل الكتف ايه؟ مين شاطر يقول؟ تراكيوس. عشان دم بقى هينزل وبك هتحطها وقديمه هتحصل. فلو ذاكرتوا التراكيوستومي هتلاقوا من الانديكيشن بتاعك التراكيوستومي حاجه اسمها الكتف بيفور بعض العمليات الميجور اللي في الهيد، قبل انجيو فايبروما، قبل ماكزيلكتومي، عمليه منيله كده. ساعات تحب تعمل ماكزيل، تعمل الكتف تراكيوستومي قبلها. طبعا ممكن تديله ثيرابي. البالياتيف تريتمنت، كلمه بالياتيف دي معناها ايه بقى؟ معناها ان هو يعني تعمل حاجه للعيان خلاص، يعني العيان مش هتعرف تخففها، فعشان يعني ايه الايام اللي فاضله له يعني. طبعا ده لو التيومر بقى حاجه ايرسكتبل، يعني تيومر ماسك في الديوره، ما انت مش شايف الديوره، تيومر ماسك في البرين. يعني لو انتراكرينيال زائد الديوره ماشي، الديوره حد الديوره ممكن، لكن خلاص دخل في البرين هتعمل له ايه؟ لو بايلاترال هتشيل وشه، ما ينفعش. لو داخل مثلا لو الليمف نود لازقه في الكاروتيد، الفلتريتنج الكاروتيد، ما انت مش هتشيل الكاروتيد. لو الفلتريتنج الفيرتبري، يعني في حاجات خلاص بنسميها ان اوبرا. تمام؟ ده طبعا ايه ممكن تديله بقى ريديو ثيرابي، كيمو ثيرابي، بين كيلر، الكلام ده. اوريكم حالات للكانسر. شايفين ده التيومر شكله ايه بقى؟ واكل واكل اللاملا بريشيا، واكل الفلور. ده ريفرنت على فكره، ده كان عامل قبل كده حتى. مس ان ديفايند تماما، واكله كل اللي حواليها. دكتور الصوره ده بدي كان الفلتريت الاورد صح؟ اه هنا معلش الصوره مش باينه قوي، بس هنا في الفراغ بقى للتيومر. التيومر باين من هنا فانجيتنج، بس هي ضلمه شويه يعني. العين الصوره متصوره في العين الخارجيه يعني، فالاضاءه ما كانتش حلوه قوي. نفس الكلام شايفين ده واكل بقى ايه؟ واكل لاترال، دي غلسة قوي دي خلاص. شوف ده طالع بره، ده طالع بره، طالع بره المجزله وخارمها وطاق. دكتور هو اللي بيطلع بره ده بياخد لاترال بعيد قوي كده، ما بيكونش عمال سويرنج ما بانش يعني؟ ما هو باين طبعا. لا يعني ايه اللي يخلي البيشنت يستنى لغايه ما هو يوصل لورا قوي كده؟ ايه يا اما راح عمال يروح للدكاتره ويدوا له انتي بايوتكس ومش فاهمين، ما حدوش المحاضرات بتاعتنا يعني. يا اما اتقال له انه المفروض يعمل عمليه هو خاف وما رضيش. ده كانسر اسمويدز. ماس داخل على الاي دي خلاص متدمره يعني. ده طبعا برضو ده بعد عمليه، شايفين عندنا ما عندوش سبتم، ما عندوش تربت، ما عندوش اي حاجه. السفنويد انفلتريتد. ماس دي داخله على دم السمويد، داخل على الاوربت وداخل على السفنويد. حاجه بسيطه بعد كده ما فيهاش يعني شرح قوي، تحفظهم ازاي بس بالمره. السيستس بتاعت المجزله والبلد هما تقسيمه يعني، بس تقسيمه انك تعرف التقسيمه. علشان السيستس دي فيري كومن تطلع من السنام، فبنقسمها يا اما سنام يا اما مش سنام. علشان تو افويد التريكلينج اوف بلاد، الليمي ده ممكن يخنق ويخنق العيان وهو بيصحى، والاديما ممكن يحصل رينج الاديما في الخنق. السيستس
سيست اللي ممكن تطلع من المجزلة ومن البلد. ممكن تبقى حاجة اسمها اودونتوجينيك او مش اودونتوجينيك. طيب الاودونتوجينيك يا اما حاجة ليها علاقة بالديفلوبمنت يا اما انفلاميشن. حاجة ليها علاقة بالديفلوبمنت يا اما دنتجرس يا اما ايرابشن. احفظ اسميهم وخلاص. انفلاميشن حاجة اسمها راديكولار او بريدون. يبقى هم على فكرة اتنينات 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 تقسيمة غلسة كده طويلة شوية. يعني عشان تبقاش عندك صفحة كده ما ذاكرتهاش. هم الحقيقة ما حدش بيسأل فيهم قوي. السيست بتاعت المجزلة والبلد يا اما اودونتوجينيك يا اما مش اودونتوجينيك. طيب الاودونتوجينيك يا اما حاجة ليها علاقة بانفلاميشن في السنين او حاجة في الديفلوبمنت. في الديفلوبمنت اللي هي الدنتجرس سيست اللي احنا جبنا سيرتها قبل كده انت ممكن تشيلها وانت بتشيلها تعمل اورانترال فيست. تمام؟ او حاجة اسمها ايرابشن سيست. الدنتجرس بالمناسبة دي بتطلع والسنة مش موجودة. لكن الإيرابشن سيست بتطلع والسنة موجودة. يعني تعرفهم ازاي الفرق بينهم الواضح يعني. الدنتجرس دي تلاقي السيست جوه والسنة جوه. السنة ما نزلتش. لكن الإيرابشن اسمها إيرابشن. فالسيست إيرابت خلاص السنة. الفلاماتوري حاجة اسمها يا إما راديكلر يا إما بريدونتال. طيب النون أودونتوجينيك بقى يا إما حاجة نتيجة إن الفيشر وهي بتقفل مع بعضها حصل سيست بينها زي الديرمويد. زي فكرة. اسمها فيشرال سيست او نتيجة حاجة تانية. يبقى اسمها نون فيشرال سيست. طيب الفيشرال سيست لازم تبقى في التقاء فيشرز. حاجة اسمها نيزو بلاتاين نيزو ليبيا. احفظوا الاثنين دول كفاية. النيزو بلاتاين بين النيزو البلد. فدي مش مشكلة تقعد تحفظوا بقى النيزو بلاتاين دكت والكلام ده. اسمها نيزو بلاتاين فتطلع هنا في بلد. نيزو ليبيا تطلع هنا كده. اوريكم واحد بس نكمل. النون فيشرال برضه احفظوا لكم اثنين كفايه. حاجه اسمها هيموراجيك بول سيست وانيوريزمال بول سيست. الاثنين جنب الاثنين شكلها بعضيهم كده. حاجه فيها بليدنج حصل هيموراج فحصل سيست نتيجه تروما غالبا او انيوريزم في بلاد فيسل في البول فعمل سيست. يا اما هيموراجيك بول سيست يا اما انيوريزمال بول سيست. فانت احفظهم هما اثنينات 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 اثنينات. يا اما اودونتوجينيك يا اما نون اودونتوجينيك. طب الاودونتوجينيك يا اما حاجه لها علاقه بالديفلوبمنت يا اما حاجه لها علاقه بالانفلاميشن. الديفلوبمنت اشهرهم الدنتجرال سيست او الايرابشن سيست. الانفلاماتوري يا اما راديكولار يا اما بيري اودنت. طب النان اودونتوجينيك يا اما لها علاقه بالفيشر كلوزر يا اما النان فيشر. الفيشر نيزو بلاتاين ونيزو ليبيا. النان فيشر الاثنين ليهم علاقه بالدم هيموراجيك وانيوريزما. خليك واحده كده نيزو ليبيا سيست شائعه شويه. دي سيست دي ميزو ليبيا اللي هتطلع باينه هنا. ميزو بلاتاين تمام في البلد. دي عامله كمان دي كمان عامله مش سيست كمان عامله فيستول. يعني العينه دي صديد طالع اهو الابيض ده. دي شفناها قبل كده. دي اللي احنا بنعمل لها راديكال انتر ونفتح كده اهو ونشيل بقى السيست كلها وننضف. دي سيست شايفين السيست الازرقيه كده دي شكلها ظريف قوي اهي. شايفين اهي طالعه من المجزله. هي طالعه من الفشر اللي بين النوز والمجزله. بالظبط اهي ميزو ليبيا بين النوز والابر ليب. ده الوصف بتاعها طلع فيشر بين النوز والمجزلة هنا. مش محتاجة طبعا كل الستات دي.
دي حاجة من الحاجات برضو زي الفايبرز ديسبليزيا والكلام ده، بس دي جاية من في البلد. النيزو بلاتاي ما تبقاش هنا، النيزو بلاتاي ما تبقى هنا كده. دي ورا شوية. فضل عندنا حاجة واحدة اللي هي السيمتوماتولوجي. طبعا بما ان الحاجات الورق افيلابل عندك، يعني الكلام ده افيلابل، الجداول دي افيلابل لو عايز تنقلها، ما هو موجود على النت على الويب سايت بتاعك. فاحنا هنتكلم في الحاجه المهمه الاول بعدين نشوف وقتنا. يعني في ريزل اوبستراكشن، طبعا احنا قلنا جدول بلاترال او لاترال، اسهل طريقه انك تحفظهم كده كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك مثلا مثلا، فخلاص كل الحاجات نزل بالشارج. لو انت سأل واحد قال لك انا مناخيري مسدوده، اول سؤال تساله له ايه؟ لاترال بلاترال. لكن لو واحد قال لك مناخيري بتنزل حاجه تساله له ايه؟ بتنزل ايه؟ كده على واحد جاي بيقول لك الدكتور بيقول له انا مناخيري مسدوده، بيقول له يعني ناحيه ولا ناحيتين؟ لكن واحد بيقول لك انا مناخيري بتنزل، تقول له بتنزل ايه؟ هل بتنزل ميه؟ بتنزل دم؟ بتنزل اكل؟ عشان كده هنا التقسيمه اكوردنج لنوع الشارج، ووتري بلادي فود فلويد فود فلويد ميكوبيرلنت او كراستيشن، وبرده بايلاترال ولا لاترال. الجداول دي بقى انتوا ايه تشوفوها براحتكم، لكن احنا هنتكلم عن حاجه مهمه قوي هي الاستاس. ده مهم قوي قوي قوي، قلت لكم الكلام ده. لو انت عندك وقت تراجع موضوع واحد في النص، قلنا هنراجع قلنا هنذاكر ايه؟ موضوعين، نذاكر الاستاس ونراجعه. ده مهم قوي، الاستاس مهم قوي. احنا كمان انت تفهم الكونسبت بتاعنا، واحنا بنمتحنك احنا عايزين منك ايه؟ عايزين منك تبقى سيف دكتور. افتكر الكلمه دي قوي. احنا عايزين منك انك تبقى سيف دكتور. سيف بس، مش عايزين منك انك تبقى جينيوس دكتور، انك انت تبقى كليفر دكتور، انك انت تبقى تالنتد مش كده، ممكن تبقى انت حر بعد كده. لكن احنا في الامتحان، الامتحان وظيفته ان احنا تو ميك شور انك انت سيف دكتور. سيف دكتور معناها انك انت مش هتفوت عين عنده كانسر، انك انت هتعرف تتعامل مع الايبرشنسي، انك مش هتدي عين حاجه تموته، انك انت هتعرف تدياجنوز، حتى تدياجنوز وتريفير مش مهم. يعني انا ما يهمنيش تعرف تعمل عمليات الكانسر ماكزيلا، ما يهمنيش، لكن يهمني تعرف ان ده عنده كانسر ماكزيلا. وعلى فكره الكانسر ماكزيلا كحاله جت قبل كده كذا مره في الامتحان، فيهمني تعرف ان في حاجه اسمها كده في الدنيا، بس ان العيان اللي عنده كده وسنانه وجعاه وعنده لوز، يعني يا اما تروح يعمل سيتي، يا اما تروح له لحد لو انت مش عارف، يعني ابعتوا يعني اصلا الى لازم تفكر ان في حاجه اسمها كده في الدنيا. ف اهم حاجه تبقى سيف. الاستاكسس ده حاجه شائعه، لازم تبقى عارف عيان بينزف، لازم تبقى فاهم النزيف ده ممكن يبقى ايه، خطر ولا مش خطر، تعمل له ايه وانت لو حصل فيرست ايد. ديفينيشن خلاص، الاستاكسس معناها بليدنج بالنص. طيب سؤال، لو حد لف في المنديل نزل نقطه دم، انت بتلف كده، لفيت لفه جامده نزلت نقطه دم، هل ده يعتبر ابستاكسس؟ لا يعتبر. هو الديفينيشن ايه؟ بليدنج. قلنا كيلو بليدنج، قلنا لا، هو الليتر اوف بليدنج؟ لا، قلنا دايما بتقع في نفس الغلطه. لا، بليدنج بالنوز معناها اي بليدنج بالنوز، دي اول حاجه تعرفها. ان بليدنج بالنوز ده ممكن يبقى حنفيه والعين يموت، وممكن يبقى نقطه. ده اسمه ابستاكسس ولا اسمه ابستاكسس؟ طيب اسبابه ايه؟ المناهج كله، يا اما حاجه في النوز، يعني يا اما العين بالمخ كده، يا اما بينزف عشان حاجه في مناخيره، يا اما بينزف عشان عنده مشكله في جسمه كله. فيبقى في لوكال كوزز وفي جنرال كوز. اللوكال احنا دايما بنقسمهم كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسلينيس. هنا بدل الكونجنتال بنحط حاجه اسمها ايديوباسيك، بدل الكونجنتال بنحط ايديوباسيك ونكمل بقى عادي تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسلينيس. الايديوباسيك ده اللي هو ملوش سبب قوي، يعني ده اشهر حاجه، خلي بالك ده اشهر سبب اللي هو من غير سبب، اللي هو بيمثل 90% من الناس. الكلام اللي احنا قلناه في اول محاضره خالص لما جينا نتكلم على البلاد سبلاي اوف ذا نوز، قلنا البلاد سبلاي اوف ذا نوز في حاجه جايه من فوق، الكيلو سمويد وستيرو سمويد ارتريز، السفينو بلاتاين جاي من هنا، والجريتال بلاتاين جاي كده، وهنا الفيشيال بيطلع سوبيرو الليبيال بيطلع سيبتا البرانش. فدول كلهم بيتجمعوا يعملوا بلكسس اسمها الكيسل باكس بلكسس في اريا اسمها الليترز اريا.
الاريا اسمها الليفلز اريا والبريكس اسمها الكيسل باكس بريكس دي اللي هي الانتيريور بارت اوف ذا سيستم طبعا في الناحيتين. الاريا دي عشان قدام ومعرضه لاي تروما معرضه للدرايمس فممكن بسهوله قوي يحصل الميكوزا تبقى فريبل والبلكسس دي تنزف. النزيف اللي من البلكسس دي اللي هو بنسميه الايديوباثيك اللي هو ملوش سبب معين غالبا بيبقى ممكن يبقى بريدسبوزد بمايلو تروما او بالهوت اتموسفير. يعني تلاقي اطفال ممكن يبقى حد اخواتك او انتوا صغيرين كانوا بيقولوا لكم انت في الحر كنت بتنزل دم. تلاقي الطفل الدنيا حر قوي طبعا فين الحر دلوقتي حراره 40 بقى وحاجه وبيلعب بقى بكوره في الشمس وبتاع يراجع ايه. على فكره ساعات الطفل ينزل بالليل ما فيش حر ولا حاجه لا ما هو الباس دواليتيشن بتاع الصبح ده خلى البلاد فيسل مليانه بلاد لما نمت كونجيشن زاد في راسك راح تفرقع. يعني الكابيلاريز حصل لها باس دواليتيشن من الصبح من الحر بعدين لما العين بينام غالبا البليدنج بيحصل بالليل ليه؟ عشان الكونجيشن بيزيد في الراس بالليل وهي شويه كابيلاريز ضعيفه هنا كده من الحته دي نتيجه الدراينس والكلام ده فبيحصل اللي بيستحس. فده بنقول ان هو الكومنست كوز 90% ممكن يبقى بريسبتيتد بماينور تروما او الهوت اتموسفير البليدنج من الليترز اريا او كسر باكس بريكس اللي احنا قلنا دي الكوميونيكيشن بين 4 أو 5 فيسز تمام. الكلام الباقي بقى المنهج اللي احنا خدناه فالتروما الفورم بودي ممكن يعمل الفراكشن نوز ممكن تعمل فراكشن بيس ممكن تعمل سيرجيكال تروما طبعا يعني عملت له تربريكتومي وحطيت شباك كويس انت قاصص حاجه فيري فاسكولار عملت سيبتم وما حطيتش باك كويس عملت انسكوبك سايرا سيرجري وما حطيتش باك كويس فالبوست اوبرتيف دي حاجه مهمه عندي. عشان كده احنا خلي بالكم يعني احنا بنهتم قوي في عمليات المناخير انك تاخد بالك من موضوع البليدنج انك تحط باك كويس وتاكد ان مفيش بليدنج. يعني احنا زي مثلا ما الودان انت بقى بتعمل العيان ودني ايه الحاجه اللي تبص عليها قبل ما يصحى؟ العيان نايم كده لا دي اسئله شائعه جدا في الشفوي ده سؤال بليدنج ولا لا ما فيش حاجه اسمها بليدنج من ودنه فيشيا فيشيا طبعا شوف الفيشيا اللي عين وشه معوجه لا وصل له عامل له راديكال فدايما لازم تطمن على الفيشيا والعين بيصحى هو لسه نايم بيصحى مش قبل ما يصحى لا هو بيصحى يعني مش هو ما بيبقاش صاحي كده لا هو لسه بيصحى هو لسه ما شداش التيوب تدوس كده لو عمل كده خلاص تعرف ان الفيشيا شغال لو مش شغال لا هتبلغه تاني تبص في ايه المصيبه اللي حصلت. وعلشان لو انت لقيت الفيشيال شغال يعني دي حصلت معايا حصلت معايا من 3 أسابيع خلاص انا عملت العيانه والفيشيال شغال جيت اليوم النايت بيقول لي الفيشيال مش العيانه عندها فيشيال براكس ممكن يجيب بالظبط ولا حاجه بقى ولا يهمني خدت السترويد وخفت بما انه اشتغل يبقى اكيد مش مقطوع خلاص تاني يوم بقى ولا يهمني ولا يوم بيجي بالليل ممكن تبقى الباك عامله كومبريشن اديما بتاع خلاص انتي بايوتيك وستيرويد بيتفك طبعا المهم قوي يعني بتعفيك من البلاوي تمام. النوز بقى لا النوز مهم قوي زي التونسلز التونسل بتقعد نبص كتير جدا كل خوفنا من ايه من البليدنج ان العين ينزل دم تاني التونسلكتومي الادينكتومي تمام. واكيد الناس اللي بتحضر العمليات شافوا بقى ان ممكن مثلا عين يطلع وبعدين يقول لك لا ده لا مش حلو التخدير نروح مدخلينه تاني نبص عليه تاني نبلجه تاني عامل تونسلكتومي عامل ادينكتومي عامل ليزر بروسيدور كل الانفلاميشن تعمل بليدنج الاكيوت راينايتس والاكيوت نون سبيسيفيك وسبيسيفيك والكورونيك راينايتس والكورونيك ساينوسايتس والاكيوت ساينوسايتس والفانجل ساينوسايتس. هتقول لي الاكيوت راينايتس يعني اللي عنده كومن كولد اه احنا قلنا ممكن تلف ننزل نقطه فدي اسمها ابستاكسس. كل النيوبلاستيك التيومر اللي خدناها بقى البناين ميلي الهيمنجيوما تمام والمالجنت تيومر مش في النوز بس اللي في الليزوفاركس اللي هم الانجيو فايبروما دي اسمها انجيو فايبروما انجيو ده العيان بتاع الابستاكسس بتاع بلاده يعني والكارسينوم. الميسلينياس عندنا السبتم الميسلينياس عندنا في النوز ايه السبتم والالرجي السبتم اه يعمل فاكرين قلنا الكونفكس سايد يعمل عشان البلاد فيسلز ستريتشد وكونكيف سايد عشان بيبقى فيه اتروفيك تشينجز. والميسلينياس اخر حاجه اللي هي الهيدريتري مورجيك تلانجيتيزيا دي اللي احنا حاطينها مع الهيماجيوما ممكن تحطها بقى مع الميسلينياس او ممكن تحطها مع الهيماجيوما ممكن تحطها لوحدها وات ايفر. يبقى دول اللوكال كوزز بتوع الابستاكسس. خلي بالك عيان بينزف من الرايت سايد اوف ذا نوز
ناخد دي وبعدين نسألك السؤال ده. الجنرال كوزس، الجنرال كوزس حاجات في جسمه كله بقى، اشهرهم الكارديو فاسكولار كوزس، اشهرهم البلاد بريشر الهايبر تنشن، اشهر حاجه في عيان كبير. ما البستاكس ده بيجي في امتحانات كتير قوي في الكيسز، يا اما يجيب لك واحد صغير عنده بستاكسز ايديوباثيك، يا اما يجيب لك واحد 10 12 سنه انجيو فايبروما، يا اما يجيب لك واحد كبير هايبر تنسف. يعني جه التلات حالات دول جم قبل كده وجم كذا مره. يقول لك واحد عنده 50 سنه عنده بستاكسز سيفير بستاكسز ولوكال اكزامينيشن ما فيش حاجه في النوز، يبقى بينزف من حاجه ايه؟ جنرال. فيقول لك ايه الدياجنوزس؟ يعني يقول لك ايه الديفرنشال دياجنوزس؟ الديفرنشال دياجنوزس ما هو مش الديفرنشال دياجنوزس بتاع البستاكسز. يعني في ناس راحت كاتبه الديفرنشال دياجنوزس بتاع البستاكسز ان هو نزل بالشو، لا هو قصدي الديفرنشال دياجنوزس يعني ايه الاسباب الجنرال اللي ممكن تخليه ينزل. يعني ممكن يكون جنرال ايه؟ اي حاجه بقى في دول. كارديو فاسكولار كوزس ممكن يبقى هايبر تنسف، وده اشهر حاجه في الدنيا. ده الكوبرست كوست الادلت تمام؟ وغلس لانه بيفتح غالبا الارتري ده سينو بلاتاي ده اللي ورا. فمش سهل تشوفه. البريدنج بيرجع لورا غالبا بوست ريزر تمام. الهايبرتنشن بنقول ان هو مش بينشيت البليدنج بس هو بيمنتين. يعني لو اي واحد فيه اتعور والضغط عادي الكونتراكشن بتاع البلاد فيسل هيقفله، لكن لما يكون الضغط عالي غالبا لما البليدنج يبتدي ما بيقفش. ممكن يبقى ده هاي ارتيريال بريشر، هاي فينوس بريشر، اي حاجه بقى قافله الدرينج، اي حاجه قافله السوبيرو فينا كافر، او البلاد مش قادر الدم مش قادر ياخد البلاد، هارت فيلير، مايتال ستينوزس، ميدياستاينال تيومر. خلي بالك انت لما تعوز تركب كانولا العيان او تدي له حقنه او تبين الفينز بتعمل ايه، بتروح رابط كده، فانت ربطت باي حاجه، فانت رحت مبين، رحت عملت كونجيشن. لما انت دوست كده اهو يبقى انت خليت قفلت الفينس رتين، فالفينز ايه بقت كونجستد. نفس الفكره لو الفينس رتين راجع من النوز اتقفل لاي حاجه تحت بقى، الهارت في مايتال ستينوزس، الهارت فيه هارت فيلير، في تيومر في الميدياستاين، او سوبيريو في الكافر اوبستراكشن، اي حاجه هتلاقي كل اللي فوق ده كونجستد فسهل ينزف. اسباب تانية طبعا منطقيه، بلاد ديزيز، واحد عنده بيربرا، واحد عنده هيموفيليا، واحد عنده لوكيميا تمام، بياخد دراجز انتي كواجلانت زي الهيبارين او النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري. دول مهمين قوي على فكره، مهم قوي الكلام ده، ان يكون لو طلعت جراح يعني وتعمل عمليه العيان انت تتاكد انه ما بياخدش الادويه دي قبل العمليه ومش قبلها بيوم، ده الاسبرين ده بيقعد 14 يوم عشان ما يكونش العيان عمال بياخد عمال يبلبع في بروفين واسبرين وكيتوفان ومش عارف ايه، تيجي تعمل له عمليه ينزف تمام. هيباتيك طبعا عارفين الليفر بيطلع البروثرومبين، فلو واحد عنده هايبر بروثرومبينيا هيبقى عنده مشكله في الفاكتورز، ففي الليفر فيلير ممكن يبقى العيان عنده بستاكسس. واخر حاجه الفيفر، ممكن تبقى الفيفر نتيجه حاجتين، نتيجه ان الفيفر بتعمل فازودايليتيشن، ونتيجه ان بيحصل حاجه اسمها فاسكولايتس. يعني ممكن العيان يبقى عنده فيفر يا اما عنده فاسكولايتس فالفيسل تفرقع بسرعه، او الفيفر بتعمل فازودايليتيشن. يبقى عندنا في اسباب للبستاكسس لوكال واسباب جنرال. طيب العيان اللي بينزف اللي عنده يونيلاترال البستاكسس تمام، يبقى بينزف من سبب لوكال ولا جنرال؟ طيب العين اللي عنده بايلاترال ابستاكسس ينزف من سبب لوكال ولا جنرال؟ لا الاثنين. طب ما هو لوكال مقصود بيها مش لوكال في ناحيه، لوكال مقصود بيها لوكال في النوز. فلو هو عنده لوكال يعني عنده تيومر في الناحيه اليمين مش ممكن ينزف من الشمال، طب بنعرفه بالعقل، يبقى اللوكال كوزس، اللوكال كوزس يعني قصدي لو واحد بينزف من الناحيه اليمين يبقى غالبا عنده حاجه في الناحيه اليمين. مش مقصود بيها، خلي بالك مش مقصود بيها، لما نقول عنده العين بينزف من الناحيه اليمين يبقى السبب لوكال، قصدنا ممكن ما هو ممكن السبب يبقى في اليمين او في الشمال، فممكن ينزف من اليمين او من الشمال. لكن مش منطقي ان يبقى عنده هايبر تنشن وينزف دايما، ما هو لو مره واحده ممكن هايبر تنشن وحصل النزيف المره دي من اليمين، لكن قصدنا ان هو هل في بوتنشياليتي ان ينزف من الناحيه الثانيه كمان ولا لا؟ فما اقول لك يونيلاترال يبقى قصدي ان هو يونيلاترال وعلى طول يونيلاترال. اليونيلاترال وعلى طول اليونيلاترال غالبا لوكال، لكن البايلاترال قالوا الناحيتين ممكن يبقى لوكال برضه، ممكن يبقى عنده برد وممكن يبقى جنرال تمام، عشان ما تتلخبطوش في الحته دي. ازاي بقى نعالج العيان اللي عنده الاستاكسس 4 اي تمام؟ اول حاجه الفيرست ايد، ثاني حاجه تاسيس الموقف، ثالث حاجة أريست البليدنج، عايز بقى توقف الدم ولا إيه؟ رابع حاجة تأتاك الفوز، تعالج السبب.
احنا عندنا تريتمنت اوف ستاكسس ان 4 ايز. فيرست ايد، بعدين توقف البلاد، بعدين تاسيس الموقف، توقف البلاد وتشوف السبب. خلي بالك احنا بنكتبهم ورا بعض لكن بنعملهم مع بعض. هيبقى دي مهمه قوي. يعني احنا كاتبين هنا فيرست ايد. فيرست ايد ازاي؟ العين جالك بينزف، تقول له لو سمحت اقعد، تمام اقعد، وغالبا بيديك من قدام هتقول له امسك النوز بنش ذا نوز بتوين ذا اندكس اند صعب، دوس على النوز كده اهو. ما ترجعش راسك لورا، طبعا طبعا دي خطا شائع، هيبلع الدم هيروح فين يعني؟ ما تبقاش مش شايفه لكن عمال تبلعه. تحط له طبق كده عشان لو في دم يدفه في الطبق، وتخليه يبنشنج ذا نوز بتوين ذا اندكس اند صعب. طبعا قعده غير لو كان في شوك، في شوك هتضطر تنام وترفع رجليه عشان انت عايز تزود الدم اللي وصل البرين. وتحط له تلج ايس باك على فوق على هنا عشان يعمل بازو ايه؟ كونستريكشن. وممكن تحط له في مناخيره نقط بازو كونستريكشن، النقط العاديه اللي موجوده في السوق دي اللي هي تركيزها ادرينالين واحد على 100,000 على 200,000 حاجه كده. تحط له قطنه بالفازو كونستريكتر هنا وهنا وتدوس. ده اسمه الفيرست ايد. طب وانت عمال تعمل له كده، ما انت بتاسس الموقف، يعني بتساله ده اول مره، بتسال حتى اهله اول مره يجي له، عنده ضغط، عنده كبد، ما انت بتسال اهو. فيبقى انت ينزل هنا وانت بتعمل الكلام ده بتاسس الموقف. فاحنا بنعملهم مع بعض زي ما اتفقنا. يبقى اول حاجه الفيرست ايد، ذا بيشنت سيتد ليدنج فورورد بنشنج ذا نوز بتوين ذا اندكس اند ساب فيكر، ابلاينج ايس باك تو ذا دورسم اوف ذا نوز، تمام، الاو تو سبريد ذا بلاد نوت تو سوالو ات، اند يو كان ابلاي فازو كونستريكت. طبعا الريسك البيشنت هيكون هايبر تنسف لو حطيت فازو كونستريكت هيرفع ضغطه زياده، تمام، و سيتد لو ما كانش شغل. طيب ايه الاسسمنت بقى؟ بتسال عن السبب وبتكزامن. خلي بالك الاسسمنت فيها كام اس؟ كلمه اسس فيها كام اس؟ اربعه. بتسال عن، شوف ايه بتاسس السايت ده منين؟ هل ده جاي من قدام؟ هل ده جاي من فوق؟ هل ده جاي من ورا؟ هل ده ناحيه ولا ناحيتين؟ طيب السيفيريتي، يعني هل العيان جاي لك غرقان في دمه زي ما بيقولوا، ولا العيان جاي معاه المنديل كده فيه نقطه دم؟ يعني مهم. هل عنده شوك ده ولا لا؟ هل عنده شوك ده ولا لا؟ واخر اس بي سي بقى السبب. بس عشان تفتكرهم. يبقى عندنا الاسسمنت فيها 4 اس، 4 اسز. اول اس سايت، هل ده يونيلاترال ولا بايلاترال؟ قدام ولا ورا؟ السايت، هل من ليتلز اريا اللي هي موست كومن؟ هل جاي من فوق يبقى جاي من السمايلز؟ هل جاي من ورا من السفينوبراتايم؟ طبعا تفرق. ممكن ادخل المر عشان انا لازم اعرف مكانه عشان اعرف اوقفه. دكتور اعرف مكانه بالمنظار يعني غيبان؟ ما هو حسب، لو العين بقى جاي لك، ما عشان كده بقول لك انت حاجات بتعمليها مع بعضيها. لو حنفيه لا، هتروح حاطه حشو وخلاص. لكن لو العين تريك البسيط ومعاك شفاط ومنظار تقدر تشوفي تعرفي. طبعا احنا بنأسس الموقف. طبعا. طب لو عيان شوك لازم ابدا اعالجه في الشوك الاول وبعدين؟ بالظبط، لو عيان شوك الاول هينام وتعلقي له حاجه وانت بتبصي. اه. عشان كده بنقول الحاجات دي احنا بنكتبها ورا بعضها. لكن احنا بنعملها مع بعضها. بس الدكتور لو كان هو شوك يعني خلاص مفيش ديستاكسس، صح؟ يعني كده مفيش ليبل. ممكن يبقى شوك وفي بسكس. ممكن يبقى شوك قصده ان هو شوك لكن البليدنج عمال ينزل. دكتور شوك يعني هايبر جلاسيميك او حاجه؟ لا شوك ده يعني هقول لك هو شوك يعني ايه دلوقتي. هو في حاجه اسمها ساينز اوف شوك. الشوك دي انواع، في حاجه اسمها في شوك، في نيوروجينيك شوك، في هايبوفوليميك شوك، في كذا شوك يعني، في توكسيك شوك. نشوف جاي من فوق، جاي من ليتلز اريا، او جاي من فوق، او جاي من ورا، وات ايفر. السيفيريتي، الشوك. الشوك بقى نعرفه ازاي؟ اللي هو دول مهمين قوي. يعني انت لو ما عرفتش الساينز اوف شوك تشقط. يعني عندك شوك لما انت مش عارف اللي عندك ان شوك تسقط. اللي هم ايه بقى؟ تلاقي البالس ويك ورابد. طبعا البالس رابد يبقى هايبوتنشن. ضغط واطي، شوك يعني، ضغط واطي. ونبضه عالي، تلاقيه عنده تاكيبنيا، تلاقي عنده بالور وكولد سويتنج، تلاقيه بقى بافته بيضه كده. الريتابيليتي لو يورين اوت بوت، يعني طبعا مفيش دم راح للكدني، فده معناه ان هو هيموت. تاكيبنيا يعني ايه؟ رابد بريسنج، مش تاكي كارديا، تاكيبنيا يعني رابد بريسنج.
الست حاجات دول معناها ان العيان ده بيموت بيموت بيموت. تاخد بالك ان هو تدري البلس المفروض الكلام ده خدته كومبليكيشن اوف تونسيليكتومي. تعرف ازاي؟ خلي بالك ان تعرف بليدنج ازاي لو لقيت العيان حتى لو مش باين الدم. طبعا طبعا تعرف هتلاقي الدم بتلاقي العيان يبلع كده بيبلع دم يعني. لو انت مطنشه بقى المفروض انك تبص تشوف لو قصه براد بشر لقيت براد بشر بيقل والبلس بيعلى يبقى العيان ده داخل في الدم ينزف. في قصه مشهوره معلش هوقف بقى شويه يعني هوقف الشرح يعني عند دكتور امتياز عشان كده بقول لك يو شود بي ا سيف دكتور. حظه ان اول شيفت ليه جه نسى فقالوا له بتعرف تقيس الضغط؟ قال لهم بعرف. طب اسئله ورينا كده. طلع بيعرف يقيس الضغط الحمد لله. بتعرف تقيس البلس؟ بعرف. طب انت حضرتك هتقعد في العنبر بتاع البوست بارتم الناس الوالدين تعمل ايه؟ كل ثلاث ساعات بعد اذنك او كل ساعتين اللي يطلع من العمليات تقيس لهم الضغط والبلس وتكتبه. حلو كده؟ حلو. الصبح بقى لقوا بقى ايه؟ العينه خارجه من العمليات الساعه 10 هو الشيفت بتاعه الساعه 10 البلاد بريشر بتاعها 120 80 والبلس بتاعها 90. بعد ساعتين البلاد بريشر بقى 100 على 60 والبلس بتاعها بقى 105. بعد شويه البلس بقى 90 50 والبلس بقى بعدين ماتت. بس هو بيكتب هو ما قالوش هو مش فاهم ان ده اسمه شوك. طبعا كان في الشتاء والعينه حاطه متغطيه ب 20 بطانيه وعماله تنزف من تحت ما يولد ما حصلش كونتراكشن بيترس العينه عماله تنزف. على بال بقى ما اكتشفوا كانت العينه ضاعت. فلازم بقى تفهم ان هو يعني مش موضوع انك انت تقيس البلاد بريشر والبلس لا فاهم لما البلاد بريشر بيقل والبلس بيعلى دي مصيبه سوداء تنده حد كبير. الويك رابت بلس يعني في حاجات بحكي لكم عليها قصه عشان ما تنسوهاش يعني دي حاجه مهمه. الشوك دي مهمه قوي والجوز السبب. طب انت بتعمل اسسمنت عملت تعمل كله مع بعض يعني انت العيان خلاص عملت له فيرست ايد ما ينفعش وعمال بتساله بقى ايه اللي حصل تبص على مناخيره وتسال اهله عن السبب. ما انت ممكن يبقى السبب واضح يقول لك العيان ده بياخد انتيكو اجر خلاص يبقى انت عرفت السبب. تمام عايز بقى توقف الدم توقفه ازاي؟ حسب البليدنج ده مايلد ولا سيفير؟ لو مايت ممكن يقف بالفيرست ايد خلاص لو كده هو بتاعه خلاص هو وقف وخلصنا. بس بعد كده لازم تشوف بقى هو بيجي منين. طيب وقف بالفيرست ايد غالبا هيحتاج كتري او لو مايلد وما وقفش بالفيرست ايد ممكن برضو يحتاج كتري. فيبقى المرحله اللي بعد كده اللي هي ان احنا نعمل كوترايزيشن اللي هي بنسميها الكي. طيب بنعمله امتى؟ لما البليدنج يقف او يقل لو هو قليل او لو وقف خالص وقليل وتكرر خلاص ممكن نقدر نعمله بعد كده كوترايزيشن. بنعمله غالبا بلوكال انستيزيا. في طريقتين للكوتري. في طريقه في كي كهربائي وفي كي كيميائي. فممكن نعمل الكتريكال كوتري او كيميكال كوتري. كيميكال كوتري بنعمله بحاجتين يا يعني اما حاجه اسمها سيلفر نايتريت او كروميك اسيد. دي حاجه بتعمل كي. الكي الكهربائي طبعا شفتوا كلنا في العمليات اكيد ما اعرفش اكيد عدته مره يعني. عندنا حاجه اسمها باي بولر وهيمي بولر ده السيرمي اللي بنعمل بيه كوتري. تمام سيلفر نيتريت او كروميك اسيد. سيلفر نيتريت ده كريستلز بيضه كده الكروميك اسيد ده محلول اسود. الكروميك اسيد غالبا هتلاقيه بره عندهم يعني ممكن تكون في الكروميك اسيد بتاع ازازه كده فيها حاجه سودا ده اسمه الكروميك اسيد. بعد كده بعد ما تعمل كوتري بتقول للعيان بس ما تلعبش في مناخيرك عشان في قشره هتتكون وممكن تحط له ايه نزل دروبس كده علشان لوبريكانت عشان تطري لحد ما القشره تتكون وتتفصل ما يحصلش فيه. عملت له كوتري وبينزف برضه. ايه الحاجه بقى الاكيده انها توقف الدم في اي حاجه في الدنيا؟ البريشر. يعني لو انت فتح بطن العيان وفتحت الاورطه ومسكته بايدك خلاص هيقف. بس الفكره بقى تمسكه ازاي؟ دي الحتات يعني هنا في النوز بقى انت هتزهق تدوس. فانت يعني الواحد الناس اللي بينتحروا دول خلاص انت لو دوست على ريدي الارت الموضوع ده خلاص. الموضوع مش صعب يعني. وده بيقول لك في الافلام ومده الدكتور ومده مش عارف ايه طب خلاص ماشي ريد الارت بيجي بدوس عليه. ما هو انت تطول تدوس عليه لا ماشي افضل ماسك لحد ما يروح المستشفى خلاص الموضوع انتهى. بس الفكره يبقى الارت دي اكسسبل. المناخير بقى هتدوس ازاي؟ ف خلي بالك لو مايلد لو قال لك مانجمنت اوف سكسس هتكتب زي ما انا كاتب كده. لو قال لك مايلد هتكتب الفيرست ايد والكوترايزيشن ولو ما وقفش تعمله. لو قال لك سيفير تكتب من اول الباقي. يعني ساعات يقول لك سيفير مانجمنت اوف سيفير بستاكسس. جه مره سؤال كده عشان يفهم انت فاهم ولا حافظ وخلاص.
يعني عين جاي الحرفيه هتقول له اقعد وامسك المناخير مش اسمها كده. فالحنفيه ده تحشي مش حط تحط عشان توقف الدم. طب نحط الحط دي نحط ايه بقى؟ حاجه اسمها انتيرو نيزل باكينج. بنجيب شاشه طويله تمام طولها 50 سم وعرضها 2 سم ونص ونحشيها في المناخير طبقات طبقات. طيب ما الشاشه هتعدي الدم؟ لا لازم احطها اخليها ملقوعه فازلين عشان كده اسمه شاش فازلين بالعربي واحط عليه انتي بايوتيك عشان ما يحصلش انفكشن. فالانتيرو نيزل باكينج بنعمله طبعا دلوقتي ما بنعملش الكلام ده. الانتيرو نيزل باكينج يعني كلاسيكال يعني بنعمل ريبون جوز 50 في 2.5 سم امبريجنيتد يعني مجموعه فازلين وليجلوفين ده اللي هو لوكال انستيك وانتي بايوتيك. بنديه طبعا والعين صح يعني ممكن نرش له حاجه كده وتبتدي تعمل ايه بقى؟ تبتدي اوله هنا كده تحط طبقه كده طبقه كده طبقه كده طبقه كده طبقه كده واخر واحده طالعه كده. تبتدي تحط ماسك وانت مجفت الحشو عمال تدخل ولازم اخر طبقه طبعا انت بتدخل ورجلك مزنوقه في الترابيزه كده جامد طبعا بيوجع جدا يعني. وانت ايه الهدف؟ ما ينفعش انك تعمل كومبريشن تمام؟ بنخلي البتاع بقى الصعب ده قد ايه؟ بنخليه يومين على امل ان احنا بعد يومين لما نيجي نشيل البتاع ده الدم يقف. عشان البتاع ده بيوجع قوي اخترعوا اختراعات احسن شويه. حاجه اسمها ميروسيل اللي برده يعني لو عديتوا اي يوم في العمليات هتشوفوه. بعد اي عمليه مناخير بنحطه، بعد اي سبتم بنحطه، بعد اي نصف سنه. حاجه كده بيضه سمكها ملي تحطها في المناخير لما تحقنها ميه تروح منفوخه. واخده شكل النصفه ظريفه قوي. واحنا هنا وحلو بس على فكره ساعات ما بينفعش في الستس السفير. يعني ساعات لازم نحط بقى الانتيرو باك بتاعنا بتاع زمان ده. لكن الميروسيل بينفع في معظم الحالات، يعني يكاد يكون في 95% من الحالات. الميروسيل بنستخدمه ازاي؟ بنحطه ونبله بس. هو واحده بس لما نبله يتنفخ، يفضل يتنفخ 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 لحد خلاص مات. عندنا فيلم لو خلصنا اوريكم الميروسيل ده لو عايز تطلع فيلم يعني. فممكن نحط بدل ما نحط الانتيرو نيزل باكينج ده الريتد ده ممكن نحط ميروسيل او ممكن نحط حاجه يعني في بقى حاجات كتيره نيزل باكينج. في حاجه اسمها انفليتابل رابر تامبون يعني في بتاع كده زي القسطره بندخلها وننفخها فيها بالونه فتروح عامله نفس الكلام. في حاجات كتيره اخترعوها دلوقتي يعني مور ديليكت عند الانتيرو نيزل باكينج الغلس ده. بنخليه النزل باك طبعا بنديله انتي بايوتيك عشان ما يحصلش انفكشن. وايه الحاجه ده سؤال مهم في الشفايف. اول ما تحط النزل باكينج وتطمن البراد وقف اول حاجه تعملها تعمل ايه؟ دور على المكان مش دور على المكان الدنيا مقفوله خلاص ايوه اتاكد ان مفيش من ورا تفتح بقه ما انت خلاص انت سددت هنا ومش شايف حاجه مش ممكن يكون نازل كده. فاول ما تحط النزل باكينج تفتح بقه العين تاكد ان مفيش بوست ليزر. افرض بقى حطيت النيزل باكينج لقيته نازل لك من ورا. يبقى حاجه من الاثنين خلي بالك ممكن انت ما حطوش كويس. يعني لو لاب صغير تجيب لقاح كبير ممكن انت ما حطوش جوه كويس لدرجه او البلينج بقى على حظك جاي من هنا. فمهما عملت كومبريشن هنا فلازم تحط له حاجه من ورا اسمها البوستيرو نيزل باكينج. البوستيرو نيزل باكينج ده بنعمله ازاي بقى؟ بنجيب رباط شاش كامل. رباط شاش كامل. تمام؟ طب وبعدين؟ أنا عايز أحشره وأدخله من بقه طبعًا، وأروح حشره كده. فبجيب رباط الشاش ده وأربطه بفتلة هنا كويس قوي طالعة منه كده. والناحية التانية فتلة طالعة منه كده. وأطلع كل فتلة من ناحية من مناخيره وأربطهم في بعض. ليه؟ عشان ما يرجعش ورا يخنقه. ما هو ده اللي أنت حاطه كده ده لو وقع هينزل هيفطشه. طب هعمل الحركة دي إزاي؟ يعني حطيت الرباط في بقه. هدخل صباعي ازاي في مناخيره واشد الفتله؟ فاخترعوا حاجه ظريفه، لا ادخل قسطره من مناخيره واطلعها من بقه واربط بيها وادخل قسطره ثانيه من مناخيره الناحيه الثانيه واطلعها من بقه واربط فيها الفتلتين. طول ما انا بشد القسطره القسطرتين بدخل ايه؟ حشو لحد ما خلاص شديت الفتلتين بقى خلاص فكيتهم من القساطر وشديت شده خلاص بقى تايت اروح رابطهم في بعض. كده اضمن ان هو عمره ما ايه؟ ما يقع. طيب بعد ما اعمل بوستيرو باك خلي بالك لازم تعمل برضه الانتيرو.
يعني بوستيرو باك ما في حاجه اسمها بوستيرو باك لوحده غير في لا يعرف ياخد جنيه غير في ايه بوستيرو باك لوحده دي ممكن نعملها في ايه لا في الادنيديكتو سلكتهم يعني مالهم انت تمسل بينهم بالبوستيرو باك لو بريدنج جاي من هنا مش من النوز من الادنويد مكان الادنويد انا عملت له ادنويد وبينزف حطيت له ادنويد باك ليه النوز مال جاي من هنا انا عايز اعمل كومبريشن ما هو لو كملنا كده اهو الادنويد مكانه هنا والبوستيرو باك بيبقى كده خلاص انا عايز الحته دي فلو في بوست ادنويدكت بليدنج لا ما فيش حاجه اسمها بوستيرو باك في توصلكت جبت الكلام ده منين طب المخ يعني لازم ادي اصل انتوا يعني ساعات انتوا عندكم الادنيه اللي بتنطوا دول حاجه واحده لا دي حاجه دي عمليه ودي عمليه هو احيانا فنحط البوستيرو باك ونحطه بعديها الانتيرو باك انت تاني هنجيب رباط شاش وعايزين نحشره في النيزوفاجس طيب هتدخله من العنايه هتدخله بايدك وتدخله ورا البلات وتحشره طب بعدين ما ممكن يقع يخنق العيان لازم اطمنه ما يقعش ازاي اطمنه ما يقعش يبقى في فتله مربوطه في الرباط ده وطالعه من مناخيره من ناحيه وفتله طالعه من مناخيره من ناحيه اربطهم في بعض فعمر ما البتاع يرجع تمام دي حاجه هندسيه خلاص مربوط يعني انت عندك اهو المناخير كده اهو عندك حاجه جايه من هنا وجايه من هنا والباك ورا ربطت دول في بعض فمش ممكن الباك يرجع هيرجع ازاي الرابطه دي هتيجي هنا كده بس الفكره بقى ازاي طلع الفتل من مناخيره لا ادخل اسطره في مناخيره واطلعها من بقه وادخل اسطره في مناخيره واطلعها من بقه والباك بره لسه واربط كل اسطره في فتله وشد الاساطر من بق من مناخيره وانا بدخل الحشو فالاسطره هتطلع بالفتله اللي ماسكه فيها والاسطره الثانيه تطلع بالفتله تمام نظراتك مش عاجباني بعد كده افك الاسطره من الفتله واروح رابط الفتلتين في بعض دكتور الكلام ده بياخد وقت اصلا المفروض انه ياخد 5 مينتس ماكسيمم مش ده بقى قلت العمليه طيب بعد كده تحط انتيرور باك لما تيجي تشيل بقى البوستيرور باك ده لما تيجي تشيل انتيرور باك ماشي هتشيله كده طب لما تيجي تشيل البوستيرور باك تعمل ايه اول حاجه تقطع الفتله طب وبعدين هتشده ازاي من الفتله الثالثه ما هو العين صح فمش هتدخل ايدك في بقه فبنعمل فتله ثالثه الفتله الثالثه دي بقى ماسكه في النص ونطلعها من بقه ونربطها ببلاستر كده على خده تفضل يومين طبعا منظر معفن يعني بس هنعمل ايه؟ وبتيجي بعد يومين انه عايز تشيل الباك هو ايه ده اللي يطلع من خده؟ الفتله الثالثه طالعه من بقه عشان يشد منها الباك وانا اشده ازاي؟ يعني الباك محطوط هنا كده وانا عايز اطلعه مش هيطلع مناخيره طبعا هيطلع ازاي الباك؟ مش دخل انا ما بدخلوش انا بحطه في العمليات لكن وانا بشيله مش في العمليات فهشد الباك ازاي؟ ادخل صباعي كده اروح مطلع الباك؟ لا فلازم يبقى في فتله ثالثه طالعه من بقه ومن بعد ما اقص الفتلتين دول يبقى الباك فري انه يرجع لورا اروح شده بالفتله الثانيه ويطلع معايا يعني بتفضل طالعه من بقه تفضل طالعه من بقه يومين ايوه البوستيرور باك ده كمان ممكن نعمل مكانه حاجه ممكن تعمل مكانه ايه عارفين قسطره البول قسطره البول دي مصممه ان هي قسطره كده اهو تدخلها في المثانه وفيها بالونه ولما تدخلها في المثانه تنفخ البالونه وما تطلعش تاني ما هتتزحلق تنفخ البالونه فما تطلعش يعني لو فتح لو انت بتدخلها من المثانه كده اهو خلاص عدت من المثانه عدت اهي دخلت فيها ودخلت في المثانه طب ما هتطلع تاني لما نفخت البالونه خلاص ما تطلعش فنفس الفكره انك تحط قسطره كده اهو هنا اهو في النيزوفاريكس وتروح نافخ البالونه فمش هتطلع لان السته من ورا مش هتطلع في حاجه في النص منعها دي اسهل شويه من البوستيرو باك وممكن تعملها في مش في العمليات بس المشكله بقى ان القسطره تبقى طالعه من خلال شكلها وحش غلس قوي ولو حطيت قسطرتين وربطتهم في بعض هتبقوا طوال قوي وغلسين بس يعني احنا دلوقتي ما بنفكرش في المنظر بنفكر في السيفتي ان العين ده هيموت طيب افترض انك انت حطيت له انتيرو باك وبوستيرو باك والعين فله وشلته بعد يومين نزف تاني هتحط له تاني تمام طب حطيت له تاني ونزف تاني مش هنفضل طول عمرنا بقى بالباك او حطيت له باك وحطيت له باك وكويس ونزف يبقى ساعتها لازم تدخل تعمل ايه تربط الارتر خلاص ارتيريال ليجيشن
حطيت له باك خلاص والنزيف اتكرر او حطيت له باك وما وقفش مفيش حل تدخل تعمل ايه خلاص الكومبريشن مش نافع فواضح ان الارتري جامد لازم تدخل بقى تعمل ارتيريال لاجيشن الارتيريال لاجيشن ده عشان كده لازم تبقى انت عارف هتعمل ايه يا ارتري لو السفينوبلاتايم بندخل من النوز عادي احنا عارفين مكانه السفينوبلاتايم ده طلع من حاجه اسمها سفينوبلاتايم فوريمن ورا عند الميدل تيربل كده بنوسط ليها طريقه يعني انك تدخل تروح رابط الارتري او تدخل تربط المجزيلا كله تفتح الانتيرير وور بتاع المجزيلا او تدخل من الميدل ميتس يعني تقدر تدخل من هنا كده اهو على المجزيلا وتشيل البوستيريور وور بتاع المجزيلا تلاقي نفسك فين في التيربلاتايم فوس تروح رابط المجزيلا الارتري طبعا هو ليه كذا برانش يعني ده لو بريدنج جاي من ورا لو بريدنج جاي من فوق اللي اسمه ده الارتريز لازم نربطهم مش من النوز نربطهم من الاي شفتوا الاسيجن اللي كنا لسه عاملينه ده نعمله كده موسع الاي هنلاقي الانتيرير اسمه ده البوستيريور اسمه ده الارتري نربطهم في الميديال وول اوف ذا اورب تمام طبعا ممكن تربط الكاروتيد الاكسترنال كاروتيد ايه الاحسن تربط الكاروتيد ولا تربط المجزيلري المجزيلري ليه عشان التربيوت طبعا السكك الجانبيه مش عشان الكاروتيد مهم يعني الكاروتيد بنربطه بس بنربطه بقى في ايه الكاروتيد ده البوست سيليكتومي لو بوست سيليكتومي مش عارف يقف في الاخر بتحتاج تربط الكاروتيد الاكسترنال كاروتيد يبقى الارتيريال لاجيشن طبعا الجنرال ميثود دي بنعملها احنا حاطينها هنا كده لكن احنا بنعملها في كل الحالات في كل وقت مع الشغل انك انت ممكن تحفظهم كاسترو اللي كنت عاملهم يعني كاسترو عارفين كاسترو بتاع كوبا السي كواجولانت الاي انتيبيوتيك الاس سيديشن التي ترانسفيوجن بلاد او فلويد الار ريست والاو اوبزرفيشن وزغايتر ساينز والمجرم والكلام ده. مرمت الاكسترنال في ايه؟ يعني عمل في البوستم سيليكتوم بليدنج. دكتور اللاجيشن بيبقى بيرمنال؟ اه ما بيحصلش حاجة. ما بيحصلش حاجة يعني ربطت ربطت السيرة كاروتيد بتاعت الفاسكولات بتاعت الهيب كويسة جدا ما بيحصلش حاجة يعني. يعني في عيان بس يعني مش وقته في عيان احتاجنا نقفله الانترنال كاروتيد. لا مش هيموت وفي يعني احنا بتعمل حاجة اسمها تيست قبليها انك تقفله البالونة وتشوف هيحصل له هيموبليجيا ولا مش هيحصل له. بس ده كان عنده عيان عنده ده انا لو وقعت فيه الحقيقه عنده انيوريزم في السفينويد الانترنال كاروتيد عامل انيوريزم في السفينويد فده يعني فده كان متشخص ان هو فانجل ساينوسايتس في السفينويد فيا دوبك انا بلمسه بس ما دخلش جوه السفينويد فتح الانترنال كاروتيد دم طبعا خبط في السقف دم خرج من الخير عامل خبط في السقف لحسن الحظ نوقف بالباك بعد كده بعتناه بقى حاجه اسمها انترفيشن راديولوجي بتوع الراديولوجي يدخلوا بالقسطره يقفلوا الارتر طبعا في كذا اوبشن يعني ده كلام يعني لكن يعني حتى الانترنال كاروتيد ممكن في بعض الحاجات نقفله بس في حاجه اسمها بريكوش حاجه اسمها فور فيسل تيست قبليها تشوف تقفله الاول ببالونه وتشوف هيحصل ايه يعني هيبتدي يجي له هيبتدي يحصل مشكله في في الموتور باور هيحصل يعني في طريقه تقيس بيها السبلاي بتاع البريك لو لقيت انه سيف تقفله لو لقيت انه مش سيف وتخير العين بقى يعني في حاجات استخطر الارتيريال لاجيشن زي ما اتفقنا ممكن نعمل اسمه ده الارتيريال لاجيشن المجزري الارتيريال لاجيشن استنى كروز لاجيشن وممكن بدل اللي احنا طايرينه ده السفينوبلاتايم الارتيريال الظريف بتاعنا ممكن مش لازم لاجيشن ممكن تعمل له كواجيليشن بالليزر او بالدايسيرم عشان تربطه ممكن نفس الفكره كواجيليشن تعمل له في حاجه كنت لسه بقول لكم عليها بقى في حاجه اسمها ارتيريال امبولايزيشن انك انت تدخل عارفين طبعا عارفين قسطره القلب نفس الفكره بتدخل من الفيمورال وتدخل توصل للكاروتيد تقدر توصل بعد سوري بتوصل للكورونر تقدر توصل بعد لاي ارتري زي ما انت عايز وتقفله طبعا اسهل طبعا اسهل من الجراحه تمام يبقى تاني ازاي توقف الدم لو مايل خلاص يا اما يقف بالفيرست ايد يا اما تعمل له شويه كوترايزيشن يا اما تحط له باكنج انتيرو باكنج بكتير من السول ده هيكفي طب لو سيفير لا سيفير لازم تحط له باكنج وتفكر الباكنج يا اما انتيرور باكنج يا اما بوستيرور اند انتيرور باكنج ببدائلهم تمام وبعدين بتحط الباكنج وبتعمل جنرال ميزرز وبتشوف وقف الدم حلو بركه طب ما وقفش او الدم وقف وبعد ما شلت الباكنج رجع تاني يبقى لازم تربط الارض او تعمل له امبولايزيشن يا اما ارتيريال لاجيشن يا اما ارتيريال امبولايزيشن طبعا اتاكينج ذا كوز دي خلاص بقى طبعا هتعمل له البريدنج بروفايل
كوجريشن بروفايل، تشوف بقى لو عنده مشكله، لو عنده مشكله في الكبده هتصلحها له، لو ناقصه مش عارف بروسترومب تديله بروسترومب، لو عنده ناقص فيتامين كي تديله فيتامين كي، لو بلد بريشر عالي هتوطي بلد بريشر. يعني خلاص الكلام بقى الايه العادي، قال لك انت تشوف البلد بريشر، لو في تيومر هتشيل التيومر خلاص. وده الانفستيجيشن تريتمنت اوف ذا كوز، اي سبب هتعالجه، مثلا لو سيبتم، لو ديفيتا سيبتم تعمله سيبتوبلاستي وات ايفر، يعني التلاج كتيزي هتعمل لها ليزر كواجوليشن. اشمعنى كاتب التلاج كتيزي؟ عشان هي الوحيده اللي مش كاتبها لك قبل كده. يعني اشمعنى كاتب دي؟ ما هو في 800 حاجه تريتمنت اوف ذا كوز، يعني المفروض تريتمنت اوف ذا كوز، هايبر تنشن كنترول براد بريشر، ليفر تعمل له كذا كذا، تعمل له كذا انفكشن تعمل له، مش هنخلص بقى. بس انا كاتب لك دي هنا بس عشان هي مش مكتوبه، مش مكتوبه، ما عدتش عليك قبل كده عشان تبقى عارف ايه التلاج كتيزي دي بنعمل لها ايه، بنعمل لها كواجوليشن بالليزر. تمام؟ عايز اوريكم ايه بقى؟ هي التلنج تيزي هي الليزر كوجنيشن ولا لا؟ التلنج تيزي ده ديزيز اسمه، هو المالتيبل هيموراجيك تلنج تيزي، ده هيريديتري ديزيز. تلنج يعني بلاد فيسل، تيزي يعني دايلاتيشن، فواحد عنده دايلاتيشن في بلاد فيسلز عامله له ابستاكسس، اجي انا اروح اعمل ايه بالليزر اعمل لها كوجنيشن. هو في واحده من الفراكشن نوز باين فيها الميروسير، ده الابيض ده، ودي برضو شايفين برضو رابطين الفتتين في بعض عشان ما يرجعش برضو لورا، نفس الفكره. ما انت حطيته كده ممكن يسرح على ورا، نفس الفكره. ده الميروسير الابيض كده، بس في واحده اعتقد باين واحده بنحط فيها من فوق ومش عارف يعني. طبعا الكلام ده اللي عايز يشوفه ده ما يعني على طول في العمليات. نشكركم يا شباب، وجود لك و...